الصلاة في مكة مضاعفة بمئة ألف صلاة إذا كانت داخل حدود الحرم بشرط انتبهوا لهذا أن يقبلها الله جل وعلا. فإني ألحظ في كثرة الأسئلة عن هذا الموضوع أن هناك من ينشد المضاعفة ويهمل أو لا يلقي بالا لقبول هذه الصلاة في نفسها. فإن الصلاة إن قبلت أبشر بالمضاعفة، أما إن لم تقبل الصلاة فلن تحصل لا صلاة في أدائها ولا مضاعفة في أجرها. وهذا الفضل خاص بما كان داخل حدود الحرم، أما المناطق التي خارج الحرم كالنورية كالراشدية والشرائع المخططات التي خارج حد الحرم فإن شأنها كشأن غيرها، ليست مضاعفة. المضاعفة لما كانت داخل حدود الحرم سواء في مساجدها أو طرقاتها أو بيوتها في فرضها وفي نفلها.